من هسه مو سقفتي. قديش من الانسان الدوم؟ قديش؟ قديش ضربنا من رصاص الحي؟ مدرعات طلعت تدوس الناس، في رصاص حي او معرفش مطاطي بيتضرب على الناس، اللي انا اعرفه ان في مصابين كتير. تنصاب ولاد الحاكم. الحين نقف عند مزيرو، العسكري طلع جالي عليا وبالعصر خبطت على دماغي. عملت ايه؟ جيش ولا حاجه. بيضربوا غاز دلوقتي يا عم، وراك اهو بيضربوا علينا بقالنا نص ساعة. كانت جاية مع شبرا من الساعة 3، الأول عند كوبري شبرا، الثاني اتضرب بالطوب من ناحية عابدين، وكانت تعمل شوية موتوف وشوية ضرب نار في الهواء أو صوت ضرب في الهواء، معرفش إيه هو بالظبط. بعد كده كملنا لحد ما وصلنا هنا. لما جينا نوصل هنا كنا ناويين نضم على المجموعة الموجودة أوريدي قدام ماسبيرو، فأخدنا يعني أغلب المجموعة راحت من ورا عند النيل، وإحنا دخلنا من عند هيلتون رمسيس لقينا الأمن المركزي بيجري على الناس وضرب نار بالهواء في الهواء كتير جدا جدا، والناس كلها بتجري. بعد كده رحنا الناحية التانية لقينا مدرعات بتجري، أربع مدرعات رايح جاي بتجري بسرعة رهيبة أكنها قصدة تهد يعني تدس الناس. عربية مصفحة جاية كده وعربية عكسها، انا واحد واقف جنبي لقيته العربيه كانت داسه، انا وقعت اتصبت هنا في عيني، ببص لقيت العربيه الثانيه الراجل عمال بيشاور كده، العربيه راحت ماشيه عليه ودماغه اتفتحت، المخ بقت على الارض.